السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة هواة ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم حرشة بعصير البرتقال والكوك، كتجي هائلة لذيذة، والأهم أنها سهلة في التحضير. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديالها، كتجي ممتازة. نوريكم الشكل ديالها، كتجي رطبة، المذاق ديالها هائل. كنعجنوها بعصير البرتقال وفيها الكوك، كتجي هائلة ان شاء الله. تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله. نخليكم مع مشاهدة الفيديو، فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. المكونات عندنا 400 غرام ديال السميدة رقيقة الخاصة بالحرشة والبغرير، مع كيس من سكر فانيلا، رشة من الملح، قشرة ديال البرتقالة ممكن تستغناو عليها وتكتفيو بالفانيلا. عندي هنايا كما كتلاحظوا كأس مملوء، نصف ديالو طحين أبيض فورس ونصف ديالو كوك اللي هو جوز الهند. ممكن تستعملوا الكمية كلها سميدة رقيقة، بمعنى ديروا 500 غرام ديال السميدة رقيقة. هنا عندي 400 وهنا 100 غرام. أنا استعملت نصف ديالها طحين أبيض مع النصف الآخر كوك اللي هو جوز الهند، باش كنغيرو شويه في المذاق. كما كتلاحظوا كوك اللي كيكون نوعيه رقيقه النصف ديالو، وهذا لاحظوا معايا ما تبقى راه طحين ابيض فورس. وعندنا الزيت كاس الا ربع، كنفوتو النصف كاس، كنديرو كاس الا ربع. كما كتلاحظوا معايا القياس بكاس الشاي العنبه، ما يعادل 100 مللتر ديال الزيت. المكونات الاخرى عندي جوج ديال البيضات، اربع ملاعق كبيره من السكر سنيده ما يعادل نصف الكاس، ممكن تنقصوا منها كما ممكن تزيدوا، ملعقه كبيره من فيغميسيل شوكولا ممكن تستغناو عليها او تعوضوها ببيبيت شوكولا، جوج اكياس من خميره الحلويات ما يعادل 14 غرام. غادي نستعمل ملعقة صغيرة من مربى المشماش، كيعطي تهليكة رائعة للحرشة. عندنا كذلك عصير البرتقال، عصير طبيعي، انا هنا مستعملة عصير الماندارين. غادي تلاحظوا معايا الكمية اللي غادي نضيفو للخليط ديالنا. كما هو معروف على الحرشة لازم تكون مرخوفة باش كتحصلوا على نتيجة اللي كتكون جيدة. كنضيف الزيت، غادي نرمل به المكونات، عاد كنضيف الباقي ديال المكونات الاخرى. والحرشة دائما كتخدم غير بالاصابع، ما كتعجنش نهائيا. حتى كتلبس لينا كلها بالدهون اللي عندنا، احنا استعملنا غير الزيت فقط. ممكن ديروا نصف الكميه ديالو زبده مذابه والنصف الاخر زيت. ملاحظتوا بهذا الشكل كلها كتكون ملبسه بالزيت. نضيف دابا جوج ديال البيضات، وضعت جوج بيضات، كنضيف سكر سنيده ونضيف ملعقه صغيره من المربى. نخلط هذه المكونات، عاد كنضيف الخميره وعصير البرتقال، اخر حاجه غادي نضيف فيغميسيل شوكولا. كنضيفوا الخميره اللي هي 14 غرام، غادي نعبر في نفس الكاس باش تعرفوا القياس. عندنا الكاس الاول، الكاس الاول من عصير البرتقال،
كما لاحظتوا معايا كتبان لكم انها مرخوفه. انا غادي نزيد واحد نصف كاس ديال البرتقال، كنفضل دائما نخليها مرخوفه باش كتكون رطبه وقت الطهي ديالها. نصف كاس، حنا غادي نخليوها كتشرب واحد 10 دقائق تقريبا. كما لاحظتوا القوام دابا كيفاش داير، مرخوفه راه غادي تماسك وغادي تشرب. كنضيفوا اخر حاجه فيغميسيل وكنخلطوا. وكنخليها جانبا حتى كتماسك ليا. بعد ما كيتماسك لينا الخليط كما كتلاحظوا ما كيبقاش مرخوف، تقريبا 10 دقائق او 4 ساعة، مهم خليوها حتى كتشرب. كتبقى شوية رطبة ولكن ما تقصحش بزاف. عندي هنايا مزيج ديال الكوك والسميدة، الكوك جوز الهند والسميدة الرقيقة، غادي نخلطهم باش غادي نفندو الكويرات ديالنا. بحاجة لطاوة وضعت فيها ورق سلفيغيزي، كنرشوها بشويه وهذا الخليط، نبداو نشكلو الكويرات ديالنا. كما لاحظتوا الخليط كيتماسك ولكن راه رطب في نفس الوقت، نقدروا اننا نشكلوه كويرات. بالنسبة للقياس نتوما كتحكموا فيه. بالنسبة للفران كتسخنوه قبل، سواء فرن الغاز او فرن الكهرباء، من الافضل هو يكون شاعل من التحت والفوق. في حالة ما كيشعلش التحت والفوق كتشعلوه كيسخن كما ذكرت لكم، وكتدخلوا الحاشة ديالكم. النار كتكون من اسفل يعني في الجهة التحت حتى كتشقق وكتطلعوها الفوق. في حالة كيشعل الفوق والتحت كتطلعوها الفوق حتى تشقق وكتهبطوها لتحت تكمل الطياب ديالها بعد ما كتطفيو الفوق. وكل سيدة ما شاء الله راكم على دراية بهذه الأمور، خصوصا الطهي ديال الحرشة بحال الطياب ديال الغريبة تماما، حنا المهم أنها كتشقق لينا. هذا هو الشكل ديالها، كنوضعوها في الصينية ديال الفرن وكنستمر بنفس الطريقة. هو من الافضل تقسموهم كلهم هذوك الكويرات عاد كدوزوهم في هذا الخليط. هذه هي الكميه كامله، غادي ندخلهم الفران كما ذكرت لكم كيكون سخون من قبل. بالنسبه للطياب ديالها كل سيده على درايه بالفران ديالها. بالنسبه ليا غادي تكون النار غير من اسفل فقط، عندي فيه مروحه كتوزع الحراره، غادي تشقق. الشكل النهائي للحرشه بعد ما طابت كما كتلاحظوا كتجي هائله، حتى الرائحه ديالها ممتازه، كتجي مشقه كتاخذ لينا اللون اللي كيكون ذهبي. لاحظوا معايا الشكل ديالها تكون محمره من التحت ومن الفوق، وراها رطبة ماشي قاسحة، كتجي هائلة. هذه هي الكمية كاملة. وبالنسبة لهادو اللي هنايا نفس الشيء، هادو انا بسطتهم شوية، هادو ما بسطتهمش، لكم الاختيار كتبسطوها او كتخليوها هكاك. نشوفوها مع بعض، لاحظوا معايا مازال سخونة كتجي ممتازة، اللون ديالها بفعل هذاك عصير البرتقال والقشر كذلك، وعندنا حتى المربى كتجي هائلة. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم باذن الله. كيف ديما الى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الاصدقاء، ونتلقاو في وصفة اخرى باذن الله. في امان الله.